سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين. بخطاب شديد اللهجة جاء تقييم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل خلال اجتماعه بالولاة في لقاء يعد الثاني من نوعه خلال 6 أشهر. الرئيس تبون شدد على وجود تعليمات تقضي ببعث برامج استعجالية للمناطق البعيدة والمعزولة، لكن تطبيقها لم يرقى للتطلعات. بعد كل قرارات اللي اخذتها الدولة من أجل تخفيف الوطأ على المواطن في حياته اليومية، نوصل اليوم المناظر بشعة اللي كان يعرفها المواطن هذه سنوات. يجي الإنسان مسؤول أمام الكاميرا يبدو كأنه يطبق وحقيقة ملتزم مع المواطن، يوضعوا له الحد العداد نتاع الماء وعلى أساس في الكاميرا خلاص طبقنا التعليمات تاع الرئاسة وتاع الوزير الأول وتاع وزير الداخلية وزودناه بالماء في مناطق الظل، مجرد ما تختفي الكاميرا ينحيوا الكونتر ويحبسوا الماء ويروحوا لديارهم. التعليمات موجودة والتطبيق ما كانش، يعني تخريب في تخريب في تخريب. ملف مناطق الظل يتصدر أولويات الحكومة من خلال إطلاق أزيد من 2200 مشروعاً تنموياً استعجالياً خلال 6 أشهر الأخيرة، غير أن التكفل بها اعترضته عدة عوامل. فقط بعض المشاريع اللي تطلب أغلفة مالية ممكن تأجلت، ولكن هذا البرنامج في حد ذاته دائما عندك البديل، يعني ممكن ما ننتظرش حتى يكون عندك برنامج ضخم، ممكن نجسد بعض البرامج خاصة فيما يخص المياه، فيما يخص كابتاج دي سورس كما يقول، كما فيما يخص البلون سيترناج، فيما يخص كاين أشياء بديلة اللي نقدر نعالج بها المشكلة، لأن الأشياء ما تنتظرش. بعض المشاريع التي أنجزت وسلمت، بعض المشاريع راهي في طور الإنجاز، وبعض المشاريع راها في طور التسجيل. كانش مشكل من الناحية المالية، المشكل كانت لأن تعرفوا الكونفيرمون اللي كان عند السكان، كان بعض الشركات ما كانش عندهم العمال ديبلاسمون، ولكن مؤخرا هنا روبري هذا التأخر وسنتجاوزه إن شاء الله. اللقاء التقييمي بين الحكومة والولاة يأتي لتدارك النقائص المسجلة مع توجيهات لتجسيد التعليمات ميدانيا للقضاء على مناطق الظل.